أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تستند لأسس قوية وراسخة، مشيرا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة في المجالين العسكري والدفاعي، بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث نوه سموه بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. خلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.